وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هن، والنهارده ان شاء الله هنعمل نوع جديد من انواع البيتزا الامريكيه. كل مره بنتقابل بنقدم وصفه بيتزا جديده. عملنا كل البيتزات الايطاليه من المناطق المختلفه من ايطاليا، ودلوقتي بنعمل البيتزات الامريكيه. النهارده عندنا بيتزا اسمها التونا بيتزا، ودي بلد في بنسلفانيا، ولايه بنسلفانيا. والالتونا بيتزا دي هتفكرنا شويه بالبيتزا الايطالي اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، اللي هي من صقليه او السيسيليان بيتزا، اللي برضو بيتقال عليها سفنشوني. البيتزا دي بتبقى بيتزا سميكة وشبه الفوكاتشيا شوية، وطبعا على حسب البلاد المختلفة كل واحدة بيبقى أنواع البيتزا السميكة دي بتبقى مختلفة عن المناطق التانية. النهاردة أول بيتزا هنتكلم عليها اللي هي الألتونة، ولكن معانا برضو بيتزا تانية مش هنعملها ولكن هنتكلم عليها لأن هي شبه دي قوي، اللي هي بيتزا من ديترويت. بيتزا ديترويت دي برضو بيتزا سميكة زي البيتزا اللي من صقلية أو سفنشوني، والاثنين دول بما أنهم بيتزا سميكة بيبقوا معمولين في صينية، مش بيتحطوا مباشرة في فرن البيتزا على البلاطة بتاعت البيتزا، لا بيتحطوا في صينية لأن هم بيحتاجوا عازل شوية بينهم وما بين البلاطة علشان ما يتحرقش القاع بتاعهم بسرعة قبل ما البيتزا أو العجينة السميكة دي ما تلحق تستوي. بالنسبة للألتونا بيتزا، الألتونا دي اللي هي من بنسلفانيا بيقدموها بطريقة مختلفة تماماً عن أي بيتزا شفناها قبل كده، وعلشان كده هي دي اللي احنا هنعملها النهاردة. البيتزا دي بيتحط عليها الجبنة الأمريكية اللي بتتحط فوق البرجر اللي هي بتبقى مغلفة بالبلاستيك زي دي. دي هي نوع الجبنة اللي بتتحط من فوق، وتحت الجبنة دي بيبقى فيه فلفل أخضر وبيبروني أو سلامي، وبتتحط الفلفل الأخضر الواحدة بتتحط بالشكل ده زي ما هي كده، وبيبقى جواها بيبروني. الفلفل ده صغير شوية فممكن نستعمل البيبروني المقطع أو نحط البيبروني تحته وفوقه الفلفل. وهي في ناس كتير بتعتبرها يعني إن التونا أو الناس اللي في بنسلفانيا بوظوا البيتزا، لدرجة إن في ناس من ولاية بنسلفانيا بيعتذروا لبقية أمريكا على إن هم بوظوا البيتزا وعملوها بالشكل ده اللي هي بالجبنة بتاعت البرجرز، ولكن في ناس بتحبها وبالتالي طبعا بيستمروا إن هم يعملوها. النوع الثاني اللي هو برضو العجينة بتاعته شبيهة بالعجينة من صقلية، اسمه الديترويت اللي هو مدينة ديترويت، برضو بيتعمل على شكل مستطيل في صينية، والحشو بيتحط لحد آخر العجينة خالص بحيث ان حتى الحروف بتاعت العجينة بتتكرمل بالجبنة اللي بتتحط عليها. وهي الديترويت بيتعمل برضو أكنها الحشو بتاعها بالمشقلب، بيحطوا الجبنة وأي حشوات تانية تحت وبعد كده بيحطوا عليها الصوص من فوق. وإحنا عملنا حاجة بالشكل ده قبل كده، وبالتالي مش هنعمل البيتزا من ديترويت، هنعمل البيتزا اللي هي من ألتونا لأن هي المختلفة شوية عن أنواع البيتزا اللي عملناها. فبالنسبة لعجين الألتونا بيتزا عندنا 2 معلقة صغيرة خميرة طازة، 1.5 كوب دقيق خبز، عندنا 1.5 كوب دقيق ذاتي التخمير، فبالتالي احنا حاطين حاجتين في البيتزا دي، نوعين تخمير في البيتزا دي اللي هي الخميرة وكمان دقيق ذاتي التخمير اللي فيه بيكنج باودر. عندنا 1.5 كوب مية، 1 معلقة صغيرة زيت زيتون، 1/2 معلقة صغيرة توم بودرة، 2 معلقة صغيرة ملح، رشة سكر، 1 معلقة صغيرة عسل. بالنسبة للحشو عندنا فلفل أخضر رومي، عندنا سلامي،
وعندنا جبنة أمريكية اللي هي بتتحط على البرجرز. عندنا صوص الطماطم، واحد علبة طماطم يعني تكون منزوع القشر من على الطماطم، وده طبعا ممكن نعملها في البيت. 2 معلقة صغيرة زيت زيتون، 1 معلقة كبيرة بصل بودرة، 1 معلقة صغيرة ريحان مجفف، 1 معلقة كبيرة عصير ليمون، 100 جرام جبنة بارميزان مبشورة، و1 معلقة كبيرة توم بودرة. نحط الصوص على النار نحط زيت الزيتون حشوح فيه التوابل وبعدين هحط صوص وبعدين هحط علبة الطماطم بنشوح فيه التوابل عشان طعمها يبقى باين اكتر وريحتها طبعا تبقى اقوى. بعد كده احط عصير الليمون والطماطم المعلبه. دلوقتي احط الطماطم عصير الليمون وبشيلها احطها على نار هاديه لحد ما تتسبك، وبعد ما بتتسبك بضيف جبنة بارميزان. دلوقتي نعمل العجين. هحط نوعين الدقيق، عندنا دقيق خبز أو دقيق بيتزا ودقيق ذاتي التخمير. هحط الخميرة، السكر معاها، الملح الناحية التانية، الثوم في أي حتة، الزيت، أجيب سباتشيلا عشان العسل، والمية. وهنخلطهم كلهم مع بعض. العجينة ابتدت تتجمع، وبكده طبعا احنا عارفين ان احنا هنفضل نضربها لمدة 10 دقايق كمان. هنحطها في بول نسيبها تخمر لحد ما تتضاعف في الحجم حوالي 2 ساعة. بعد كده بنقسمها نشكلها كور وندخلها التلاجة طول الليل تبقى جاهزة نعمل البيتزا بتاعتنا تاني يوم. دلوقتي نطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نعمل مع بعض البيتزا التونة. اهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الالتونا بيتزا من بنسلفانيا. وزي ما قلنا الالتونا بيتزا دي بتبقى مستطيله، وبالتالي محتاجين هناخد اكتر من واحده من العجين، وهي بتبقى سميكه شويه. مش رفيع قوي زي عجين البيتزا اللي زي النابوليتانا، دي اكتر شبه السبنسيوني او عجين البيتزا اللي هي من صقلية. Thank you.
هاخدها وهفردها زي ما بنفرد العجائن اللي هي من صقلية بإيدنا كده. بنفضل ندوس عليها لحد ما تتوزع في الصينية. والصينية أنا دهناها زيت. كده اتوزعت على الصينية. اوكي. دلوقتي هنحط صوص الطماطم. ونوزعه عليها. وناخد الفلفل، بس زي ما احنا شايفين الفلفل شوية صغير، فمش هيكفي ان هو نحط البيبروني او السلامي جواه، فهنحطه تحته. فانا هحط السلامي الاول وبعد كده هحط الفلفل فوقه. ودلوقتي يبقى فاضل لنا الجبنة الأمريكية اللي هي جبنة اللي عادة بتتحط على البرجر، واللي هم بيعملوه ان هم بيحطوا الجبنة بالشكل ده، ولما الجبنة بتسيح من فوق الفلفل بيبان شكل الفلفل من تحتها. يعني هم عاملين الفلفل ده كتزيين للبيتزا ان هو يبان من تحتها. وبتتغطى كلها بالجبن. ودلوقتي ندخلها الفرن. الفرن بيكون هادي شوية، مش 380 زي البيتزا او 350 زي البيتزا الرفيعة. بنهدي على قد ما نقدر، حوالي 250 او يعني بالكتير قوي 300، علشان العجينة تلحق تستوي لأنها مش رفيعة. اوكي. وبرضو هنحتاج ان احنا بعد شوية نقلب البيتزا او الصينية، يعني هنلفها زي ما بنلف البيتزات علشان الناحيتين يبقوا بنفس السوا. دلوقتي اقلبها. هي طبعا لسه، لكن علشان بس نتأكد ان هي هتتساوى بنفس الطريقة من كل النواحي. اقلبها مرة كمان ودقيقة
ونطلعها إن شاء الله. اوكي اوكي زي ما احنا شايفين التونة بيتزا كده جاهزة. وزي ما احنا شايفين قطع الفلفل باينة، وهو ده شكلها التقليدي ان الفلفل يبقى باين من تحت الجبنة الفلفيتا السايحة عليه او الجبنة الامريكية اللي سايحة عليه. وبكده نكون خلصنا نوع جديد من انواع البيتزا اللي هي التونة بيتزا، بتعتبر غريبة شوية لاستعمال الجبنة الفلفيتا، وإن العجينة بتاعتها عجينة سبينشوني أو عجينة زي عجينة بيتزا صقلية. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله. Thank you.